يعني من الواضح تماما نعم أن هذه الزيارة تأتي في سياق الحالة الانتقالية التي تعيشها إسرائيل استعدادا للتعامل مع الوضع الجديد أو المستجد بعد يعني تنصيب الرئيس بايدن، وهي تريد أن تقول للإدارة للحكومة الإسرائيلية بأن إدارة ترامب التي عملت كل ما عملت من أجل يعني إرضاء اليمين المتطرف في إسرائيل هي لا زالت على مواقفها. ولعل هذه الزيارة يعني تحمل وجهين، أولا هي تأتي في سياق نعم هذه المباركة للخطوات الإسرائيلية المرتبكة إلى حد ما، ولكن في نفس الوقت يعني هي تأتي ربما في سياق يعني ما يعده بومبيو لنفسه في انتخابات 2024. في كل الأحوال أنا أعتقد يعني أنه ليس المهم ماذا تحضر إسرائيل للاستيطان ولكسب شرعية واقعية من هذا الاستيطان عبر أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع للمستوطنات في الضفة الغربية كتثبيت أمر واقع، أو ماذا يمكن أن تقول الإدارة الأمريكية المنصرفة أو القادمة إزاء هذه القضية. السؤال الحقيقي هو ماذا على الفلسطينيين يعني أن يستخلصوا من دروس إزاء كل المرحلة السابقة في التعامل مع ملف التسوية من ناحية وملف العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من ناحية ثانية، وكيفية يعني وضع القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي على جدول اهتمام المجتمع الدولي بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة. هنا يعني يقع على عاتقنا الكثير، ولكن للأسف لا يبدو أن هنا أن مراجعة حقيقية يعني قد قامت بها القيادة الفلسطينية، والتي يمكن أن تؤشر إلى يعني رؤية جديدة حتى لو كانت في إطار المسار السياسي العام الذي لا زال يعتمد على خيار التسوية من أجل الوصول للأهداف. في سياق يعني هذا الخيار العريض وهو خيار التسوية الذي تؤكد السلطة الفلسطينية تمسكها به، أنا أعتقد أن كان عليها أن تفعل الكثير، ولكنها للأسف الشديد كل مرة تثبت أنها تسعى لإنقاذ ذاتها أكثر من أن تعدل المسار لتجعل القضية الفلسطينية التي حاولت إدارتي نتنياهو وترامب من تصفيتها بالكامل على جدول أعمال يمكن أن يحقق للفلسطينيين يعني ولو الحد الأدنى من الحقوق التي كفلتها الشرعية الدولية. صحيح. هنا علينا الكثير لكي نناقشه، علينا الكثير لكي نفعله.